خلونا دلوقتي نستقبل يعني تليفون من أستاذ محمد مراد الناقد الرياضي، يعني هيقول لنا على كل الكواليس. مساء الخير. مساء الخير عليك يا جماعة، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير. كل سنة وحضرتك طيب. يعني كنا عايزين نعرف يعني بطولة الكاميرون، وشايف ازاي المصير اللي موجود، وكمان قول لنا ما خلف الكواليس. يعني بص، احنا هنبتدي كده من فترة قريبة. كان المفروض ان كان في لجان، دارت لجان من الاتحاد الافريقي، دارت الكاميرون ودارت الملاعب للاطمئنان يعني الدنيا ماشيه ازاي. وده كان امر طبيعي في اي بطوله، بنشوف الملاعب الدنيا متظبطه ماشيه، وصلت لغايه فين. نفس الامر للفنادق، نفس الامر للطرق المؤديه للاستاد. كان في لجان في الكاف، يعني اداره الكاميرون في شهر 10 اللي فات، وكتبت تقرير في بعض الملاعب لسه مش جاهزه بنسبه كبيره. الكاميرون او الحكومه الكاميرونيه اللي كانت موجوده وقتها طلعوا بيان او اتكلموا على المسؤول الاتحاد الافريقي ان الحاجات دي كلها تبقى جاهزه بنهايه شهر نوفمبر. اللي حصل ان في شركه سويسريه، هي شركه راعيه او المسؤوله عن البطوله او صاحبه الحقوق الخاصه بالاتحاد الافريقي او البطوله الافريقيه، يعني انسحبت او اعتذرت عن عدم استكمال المهام الخاصه بها في البطوله. وده كان يعني سبب الرئيس الاول في الازمه، ان يطلع كلام ان بطوله افريقيا تتاجل او تحديدا تترحل لشهر يونيو. ده كان السبب الرئيسي ان انسحاب الشركه الراعيه او الشركاء او الشركات الراعيه على البطوله، وده كان مسبب ازمه كبيره جدا. وحتى لغايه دلوقتي في ملاعب كتير قوي ما لم يتم تجهيزها، وتحديدا ملعب اللي هيستضيف مباراه الافتتاح ما تمش الانتهاء منه بنسبه 70% و80%، ودي طبعا يعني البطوله بقى عليها اقل من شهر ونص طبعا. وده حاجه كارثيه، ان في بطوله كبيره زي امم افريقيا و24 منتخب لسه معظم الملاعب لم تستكمل، في ملاعب المفروض الارضيه بتاعتها تتغير لغايه دلوقتي ما لم يتم تغييرها. ده كان سبب من الاسباب القويه جدا ان الاتحاد الافريقي يعني يطلع كلام ان هو ممكن ياجل البطوله ويرحل البطوله. السبب الثاني، وده برضه من الاسباب القويه، ان في ضغط على جاني انفانتينو ورئيس الاتحاد الدولي الفيفا من اتحادات اوروبا، وتحديدا يعني الدوريات الكبيره اللي فيها لعيبه فرقه ومميزين، يعني منهم الدوري الانجليزي، ان هو طبعا لو البطوله اتلعبت في شهر يناير طبعا يعني فريق زي ليفربول هيخسر نجوم كتير جدا جدا، على صوم طبعا محمد صلاح وعلى صوم ساديو ماني. وفي يعني في اكثر من لعيب مثلا ليفربول هيبقى موجود في بطوله افريقيا. نفس الامر للانديه كبيره جدا جدا في اوروبا، هيفوزوا معظم اللعيبه الافارقه بتاعتهم اللي بالتالي هيشاركوا في بطوله افريقيا. فبالتالي كان في ضغوطات يعني من يعني من زي ما نقول كده من خفيه، او ضغوطات من تحت لتحت، ان هم الاتحادات الاوروبيه عايزه تغير موعد بطوله افريقيا انها تتلعب في شهر يونيو او يوليو تحديدا، من كل يعني كل سنتين يبقى ميعاد البطوله يبقى في شهر 6 او 7 عكس، وتغيير ميعاد اللي هو في يناير احنا متعودين عليه بقى لنا اكثر من كام سنه، بسبب ان الانديه الاوروبيه يعني بتضغط على انفانتينو ان هو يغير الميعاد. ومعظم الانديه طبعا يعني موافقه على الموضوع ده، فده برضه من الاسباب القويه جدا. طب ما فيش كلام يا استاذ مراد على يعني نقل البطوله تماما، ولا بس المقترح هو التأجيل؟ يعني هقول لك كمان بالظبط، يعني اول حاجه، اول مقترح ان هو البطوله تترحل لشهر 6، وده اقوى اقتراح لغايه دلوقتي. الاقتراح الثاني او المقترح الثاني ان البطوله تتلعب بشكلها الطبيعي والعادي على الحاجات اللي موجوده في الملاعب، يعني بقى يعني المنتخبات تسافر وتروح تلعب في البطوله بناء على الموقف اللي موجود عليهم. يعني ممكن تروح تلاقي الملعب المدرجات بتاعتهم مش مكتمل، او الارضيه بتاعتهم مش جيده قوي. المخطط او الفكر اللي انا سمعته او اللي قال او اتحكى لي ان هيحصل اعتراضات ساعتها من الانديه الاوروبيه. هيتكلموا طبعا ان انا خايف على لعيبتي مثلا تروح تلعب في الملاعب دي ارضيتها مش كويسه هيتصابوا. لا، انا بطالب ان لعيبتي ما تروحش تشارك في بطوله افريقيا. فبالتالي هتلاقي انديه اوروبيه كبيره جدا او انديه اوروبيه كتيره جدا هتخاف تبعت لعيبتها الافارقه عشان يشاركوا في البطوله، فبالتالي البطوله تتلعب بدون ابرز نجومها. يعني ممكن نلاقي على سبيل المثال ساديو ماني مثلا مش موجود مع السنغال، يعني انا بضرب مثال ما بضرب يعني ما بقولش أيوة، لعيب مش معاه. حاجات مؤكده، بتضرب مثال. تمام. منتخبات نيجيريا ومنتخبات كوت ديفوار، المنتخبات الكبيره دي ممكن تلاقي يحصل المشاكل يعني بين لعيبتها وبين الانديه، ان هم هيقول يعني هيبقى عندهم حجه يتحججوا بيها ان احنا
ان الملاعب هناك في الكاميرون الملاعب مش مهيئه، اللعيبه بتاعتنا ممكن تتصاب، استاذ مراد، فبالتالي احنا ممكن الفيفا مثلا يعني ساعتها يبقى في مقترح ان مصر تستضيف البطولة؟ يعني ما عنديش معلومه مؤكده في الموضوع ده يعني لغايه دلوقتي يعني. لكن ولا حتى في اقتراح مثلا؟ والله بص يعني هو الافارقه نفسهم طبعا البطوله تلعب في مصر، يعني معظم المنتخبات او معظم مسؤول الاتحاد الافريقي يعني نفسهم طبعا البطوله ترجع تلعب في مصر، والدليل ان احنا الدوره اللي فاتت 2019 لما حصل تصويت على استضافه مصر البطوله كنا بننافس دوله كانت منظمه كاس العالم اللي هي جنوب افريقيا، يعني كان الاولى ان هم يوافقوا على جنوب افريقيا، لكن طبعا كلهم عارفين حجم ملاعب مصر وحجم امكانيات مصر بالظبط. والسهوله واليسر اللي بيوجدوه اللي بيشوفوه في مصر. كسبنا يعني كان ساعتها على ما اتذكر 16 واحد، 16 صوت من دول افريقيا مقابل صوت واحد لجنوب افريقيا، فدي طبعا كان رقم كبير جدا. اعتقد نفس الامر المره دي لو في مقترح بعوده البطوله لمصر، يعني طبعا زي ما قلت لك الافارقه كلهم او اعضاء الاتحاد الافريقي او المكتب او المكتب او رئيس الاتحاد الافريقي ذات نفسه عندهم طبعا ثقه كامله ان مصر لما بتعمل بطوله زي دي بتعمل بطوله ناجحه، ما يعني ما بيبقاش في عندهم مشاكل او بيحملوا هم ان البطوله ممكن تبوظ زي الكاميرون دلوقتي. يعني رئيس الاتحاد الافريقي ومعظم الموجودين دلوقتي عندهم ازمات كبيره جدا جدا لو البطوله اتلعبت في الكاميرون دلوقتي في شهر واحد هيحصل كوارث كتير جدا وهيحصل ازمات كتير جدا. لكن لغايه دلوقتي ما فيش معلومه مؤكده ان هم عرضوا على مصر او مصر حتى طلبت استضافه البطوله لغايه دلوقتي، لكن كل الكلام رايح ان البطوله يعني يا تتاجل في لغايه شهر 6 او 7، يا ممكن نشوف البطوله لو في حاله الناس لعبت بالنظام اللي موجود ده مش هنلاقي لعيبه كبيره في الكره الافريقيه مش هيبقوا موجودين او مشاركين في البطوله. فجميع الاحوال طبعا يعني حتى الاتحاد الافريقي بعت جواب النهارده للكاميرون، يعني جواب عايزين منهم استفسارات عن او ردود نهائيه عن بعض الامور منها الملاعب ومنها فيروس كورونا اللي منتشر في بعض مدن الكاميرون الكبيره منهم ياوندي، طبعا ان في الفيروس منتشر هناك بقوه، فعايزين ردود على الامور دي او الاستفسارات تمام دي باسرع وقت. تمام واعتقد ان يوم السبت هو يعني الاتحاد الافريقي كله موجود هنا في القاهره ويبقى عندهم اجتماعات، مكتب تنفيذي رئيس الاتحاد الافريقي موجود وجياني انفانتينو موجود، وهيبقى في زياره بكره لمشروع الهدف في اتحاد الكوره. اعتقد يعني يوم السبت هيبقى في قرار نهائي سواء بتاجيل بطوله افريقيا او نقلها لمكان تاني، لكن اعتقد ان يعني نقلها لمكان تاني ده في الفتره الحاليه هيبقى صعب، يعني الموضوع هيتحسم يوم السبت. لكن الاقرب زي ما قلت لك ان البطوله هي تترحل لشهر 6 لو، لكن او هتتلعب في ميعادها، بس هتلعب في ميعادها هيبقى فيه صعوبات وازمات كبيره جدا جدا مع انديه اوروبا اللي فيها محترفين افارقه كتير. طيب لو هنتكلم عن تفاصيل افتتاح مشروع الهدف. وهو الزياره بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر في مشروع الهدف او جزء من مشروع الهدف. هو مشروع الهدف عشان الناس تبقى فاهمه هو موضوع مخصص يعني في فنادق للمنتخبات الوطنيه المصريه بمختلف مراحلها سواء بقى المنتخب الاول او منتخبات الناشئين او منتخب الامم. كنا زمان المنتخب الاول تحديدا كان بيعترض على وجود في المعسكر في مشروع الهدف، لكن تم تطويره باحدث الوسائل واحدث اساليب التكنولوجيا الحقيقه، يعني حاجه هتبقى حاجه كويسه وحاجه هتبقى مسطره للكره المصريه الفتره الجايه في جميع في ملاعب للمنتخبات يعني عشان يتدربوا عليها، في جيم على احدث مستوى. كويس. المشروع يعني بنسبه 70 180% من المكتمل، لكن في حاجات لسه ما خلصتش. هيبقى في موجود بكره جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، يبقى موجود رئيس الاتحاد الافريقي واعضاء الاتحاد الافريقي، وتم توجيه الدعوه لكارلوس كيروش جهاز المنتخب كابتن ضياء وكابتن وائل والحضري واعضاء الجهاز الفني واعضاء المنتخب الاولمبي بالكامل اللي هم موجودين بكره. تم توجيه الدعوه برضو لعدد من رموز الكره الافريقيه، يعني سمعنا دروكبا وسمعنا ايتو ان هم يحضروا يبقوا موجودين في حفله الافتتاح بكره. تمام. ان شاء الله يعني حاجه كويسه للكره المصريه والدوله المصريه لما بتعوز تعمل حاجه دي بتعمل حقيقة. حاجه مميزه، وزي ما قلت لك يا جماعه في الاول خالص ان الافارقه عندهم ثقه كبيره جدا جدا في مصر، لما بيعملوا اي حاجه بيعملوها بشكل مميز، والدليل ان هم يعني بطوله افريقيا 2019 كان بنظام التصويت كتبناها 16 او 17 صوت مقابل صوت في 2019، فدي حاجه طبعا يعني عندنا امكانيات عندنا حاجات كبيره جدا عندنا ملاعب كبيره جدا، لما بنقول نعمل حاجه مميزه دي بنعملها، حقيقة. وان شاء الله يبقى بكره تمام. زياره موفقه ووجود رئيس الاتحاد الدولي دي حاجه كويسه لمصر واتحاد الكره ان شاء الله. بشكرك جدا أستاذ محمد مراد الناقد الرياضي، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا.